كتاب للاستخبارات. انا متفق مع عميد عادل يعني ايضا في سياره انه اكتب له كتاب استفسر هل هذا الشخص موجود عندك او موجود. استاذ يجون المنظمات يجون هذه مشكله يعني. احنا انا عن نفسي او انت او اي شخص فينا من يعرف ابنه او ربعه يعني موجود في مكان معين هاي راحه نفسيه. صح. ممكن يسوي معاملة ممكن يعني يدور على حق واذا ومن حق المتهم يجي محامي. احنا هاي مشكله دا تواجهنا يعني انا سوين مروع اطلع لك كم واحد انا ابني وقفوه بفلان تاريخ ولحد الان ما عرف مصير. الناس للعلم ترى هذا تخوف يعني وايضا قد يكون التعامل احنا تعامل القوات الامنيه مع الناس لازم يختلف عن قبل. صح. بالتاكيد المتهم هو بريء الا ان تثبت ادانته. صحيح قاعده قانونيه. احنا شنو هذا حيوزعون الاكل هسه. شوف الاكل هسه بالضبط. احنا كل قاعه فيها 60 شخص ينامون هسه طبعا بالمناسبه القاعه بارده عندهم. شوف السبالت منصوبه كل قاعه هسه هذا يوزع مرافق هذا يوزع لهم ويرجعون يوزعون كل واحد يعد. كل واحد يعد القصع مالته المراقب بعدين يقوم يوزع 60 قصعه ويوزع المراقب. بس هذول موزعين المراقبين تعال مراقب ايش قد تعدادكم؟ 60. انتم مدنيه مو؟ اطلع بدي اصيح عليهم. دعوه مدنيه دور هذا مدنيه دور على سجن تعال صيحوا. انتوا بس يجيكم ورقه بانه موقوف على الفلان مالته مو مسخ. لا هسه راح اشوف لك اياها هسه اشوف لك اياها قاضي. نعم اشوف لك اياها مذكر توقيف. ما يجيك استدعي واحد من مذكر توقيف. طيب يا واحد هذا مره بعد هذا جابوا لنا اياه بطاقه تعريفيه صوته او هويه الفيلم. المهم يثبت انه هذا عمر خلاص. اليوم كانت زيارتنا الى مديرية التوقيف والتسفيرات في محافظة نينوى شعبة الفيصلية تحديدا. رافقني في الزيارة السيد غزوان الداودي رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة نينوى. زيارتنا كانت الهدف منها هو الاطلاع على وضع السجناء أو النزلاء الموجودين وكيفية الإجراءات المتخذة من قبل مديرية الموقف في شعبة الفيصلية وحتى هذه الإجراءات هي نفسها في الموقف الموجود في مدينة أو قضاء تلكيف. اليوم حسب ما شرحه لنا السيد مدير التوقيف المقدم هدير صراحة كان هناك عمل جيد جدا وفي هذا الظرف الاستثنائي في هذه الظروف الصعبة التي مرت بنا في الفترة الماضية من مسألة الموقع الموجود. اليوم هذه الشعبة شعبة الفيصلية تم ترميمها من قبلهم بشكل جيد. هناك بعض المشاكل التي تواجههم من ناحية الملابس وبعض الأمور التي هي ليست من اختصاص مديرية التوقيف. نحن أولا هاي رسالة أتمنى أن تصل إلى مدير صحة نينوى بضرورة تخصيص مفرزة طبية ثابتة لهذه الشعبة. وأيضا أتمنى من المنظمات التي بالإمكان أن تساهم في التقليل من كاهل هذه المديرية أو مديرية شرطة محافظة نينوى في بعض الأمور الإنسانية التي من الممكن أن يساعد على تسهيل بعض الأمور التي هم بحاجة لها. بالتأكيد اطلعنا على الكثير من الأمور من التغذية الموجودة من طريقة استلام الموقوف من كيفية الحجز والقاعات كيف كانت واستمعنا إلى بعض الموقوفين المتواجدين في هذه الموقف. استمعنا إلى العديد من المشاكل التي إن شاء الله في الأيام القادمة سوف يتم حلها عن طريق لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة نينوى. أنا من خلال هذا المنبر الكريم أتقدم بالشكر الجزيل إلى مديرية التوقيف والتسفيرات في محافظة نينوى في تلكيف وشعبة الفيصلية لجهودهم الجبارة السيد المدير وكافة الضباط والمنتسبين في إدارة هذه الأمر الذي هو ليس بالسهل بالتأكيد. لكن أيضا نتمنى منهم مراعاة مسألة حقوق الإنسان أكثر وأكثر. ونحن كمجلس محافظة نينوى إن شاء الله سوف نكون
متعاونين معهم وكحكومة محلية في كما تعاوننا سابقا وفي الأيام القادمة لغرض تذليل كافة العقبات والأمور التي يحتاجونها إن شاء الله. شكرا جزيلا لقناة الموصلية التي أيضا رافقتنا في هذه الزيارة.